هذا المشروع يأتي دعما لأهالي قطاع غزة، للشعب الفلسطيني الذي دمرت بيوته في العدوان الأخير في أغسطس 2022، كمساهمة من مؤسسة أمان فلسطين في بدل الإيجار للبيوت المدمرة كليا، والتي يبلغ عددها 92 بيتا في جميع أنحاء قطاع غزة بقيمة $1,000 لكل منزل. نحن حقيقة كشعب فلسطيني نشكر ونثمن ونقدر كل من يقدم لشعبنا، وبخاصة الأسر المحتاجة والأسر المدمرة بيوتهم، من مساعدات، لأن شعبنا الفلسطيني في ظل هذا الحصار الظالم بأمس الحاجة لتقديم مثل هذه المساعدات. ونحن نتشكر لمؤسسة أمان ونطالب كل مؤسسات شعبنا الفلسطيني وأيضا المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني المحتاج والمنكوب. والله بشكرها كثير كثير مؤسسة أمل فلسطين على رأسنا، نشكرها كثير كثير على مساعدتها مع الشعب التعبان. إن شاء الله بتضلها عروسنا وتضلها دعمانا ويزيدها من خير ربنا. الله يرتاح فيهم البركة ويوفقكم ويسعدكم يما يحميكم من كل شر. ونحن نشكر اللي هو هذه المؤسسة، مؤسسة أمان فلسطين، على أنهم قاموا بهذا الواجب، ولو كان هذا الواجب بسيط جدا إلا أنه كبير في نظر هؤلاء المتضررين. ونحن نأمل المزيد من الإخوة الذين الموجودين على هذه الأرض وفي خارج هذه الأرض.